طول الوقت القهوة عند البعض رفيق الصباح المحبوب، وطول الوقت والقهوة موجودة في كل الثقافات حول العالم. الكلام حوالين فوائدها وأضرارها من الموضوعات المثيرة. في حلقتنا النهاردة هنسلط الضوء على علاقة القهوة بمرض من الأمراض الشهيرة والمنتشر وهو السكري، وهنعرف فوائد وأضرار القهوة على مريض السكر. أهلا وسهلا بمشاهدين ومتابعين قناة رعاية، والحلقة رقم 28 من سلسلة التغذية اللي بنركز فيها على فوائد وأضرار الأطعمة والمشروبات المختلفة، وكمان بنشوف إيه المناسب لأصحاب الأمراض المزمنة وإيه اللي ممنوع عنهم وبدائله الصحية. اعملوا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس علشان ما تفوتكمش حلقة رعاية اليومية لو أنت مهتم بالتغذية السليمة. ايه علاقة القهوة بالسكري؟ لما بنشرب القهوة بشكل مناسب هنلاقي فيها فوائد كتير للي عندهم سكر او للاشخاص المعرضين للاصابة بالسكري. بتساعد القهوة على تحسين حساسية الانسولين وبتقلل من خطر الاصابة بالسكري من النوع التاني، كمان بتقلل من التهاب الكبد. القهوة ممكن تأثر على مستويات السكر في الدم بطرق مختلفة. في ناس بتتأثر مؤقتا بزيادة مستوى السكر في الدم بسبب الكافيين اللي فيها لانه بيحفز الكبد على إفراز الجلوكوز، بس من الناحية التانية في مواد موجودة في القهوة زي الكلوروجينيك والمغنيسيوم اللي ممكن تحسن حساسية الإنسولين وتساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم. لكن العلاقة بين القهوة والسكري معقدة وبتتأثر بعوامل كتيرة زي طريقة تحضيرها وأنواعها واختلافات ما بين كل شخص والتاني. طيب يقدر مريض السكري انه يشرب القهوة؟ طبعا المرضى اللي عندهم سكري يقدروا يشربوا القهوة، بس لازم يكون بشكل معتدل وجزء من نظام غذائي متوازن. القهوة نفسها ما فيهاش كربوهيدرات اللي هو بيأثر على مستويات السكر في الدم، لكن لازم ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا، اضافات القهوة زي السكر او الكريمة هي اللي ممكن تزود مستويات السكر في الدم. فالقهوة السوداء او القهوة اللي بتحتوي على محليات بسعرات حرارية قليلة هي خيارات كويسة للناس اللي عندها سكري، ولازم وضروري متابعة مستويات السكر في الدم بعد شرب القهوة، ولازم نظبط جرعة الإنسولين أو الأدوية إذا لزم الأمر. طب ايه فوائد القهوة لمريض السكري؟ رقم واحد، تحسين حساسية الانسولين. بيعتبر ده من اهم الفوائد اللي ممكن تقدمها القهوة لمرضى السكري. الدراسات بتقول ان تناول القهوة ممكن يزود من حساسية الانسولين ويعزز من قدرة الجسم على استخدام السكر بشكل فعال. رقم اتنين، بتقلل من خطر الاصابة بالسكر من النوع التاني. استهلاك القهوة بانتظام بيرتبط بانخفاض خطر الاصابة بمرض السكر من النوع التاني، الموضوع ده سببه ان تأثير القهوة باين جدا في ان هو بيحسن حساسية الانسولين وينظم مستويات السكر في الدم. الفايدة التالتة انها بتحمي خلايا بيتا. الابحاث بتقول ان المركبات اللي موجودة في القهوة بتساعد في حماية خلايا بيتا في البنكرياس، وخلايا بيتا هي المسؤولة عن انتاج الانسولين، وكمان القهوة بتحافظ على الخلايا دي بشكل صحي، وده بيعتبر امر مهم جدا لمرضى السكري. الفايدة رقم 4 ان عندها مضادات أكسدة. القهوة عندها مجموعة كبيرة من مضادات الأكسدة زي البلوفينولات والكافيين، ودول بيساهموا بشكل مباشر في منع الالتهاب المرتبط بمرض السكري، وده ممكن يكون مفيد في الوقاية من مضاعفات السكر وبيقلل من خطر الأمراض القلبية والأوعية الدموية. من فوائد القهوة كمان ان لها تأثيرات على الأيض وحرق الدهون. بعض الأبحاث بتشير الى ان القهوة ممكن تساعد في زيادة معدل الأيض او التمثيل الغذائي وزيادة نسبة حرق الدهون، وده بيكون مفيد لمرضى السكري اللي عايزين يقللوا وزنهم ويحافظوا على صحتهم. مع كل الفوائد دي لازم تكون فيه مرونة في استهلاك القهوة، ونهتم بالمكونات المضافة زي السكر والحليب والكريمة ناخد بالنا منهم، ويفضل استشارة طبيب او اخصائي تغذية علشان ناخد التوجيهات المناسبة والكمية المحددة والتركيز المناسب للقهوة لكل فرد. وزي ما اتكلمنا على الفوائد ففي اضرار للقهوة لمرضى السكري. من ضمن الاضرار اللي ممكن تصيب مريض السكري من القهوة زيادة مستويات السكر في الدم. احنا عارفين ان الكافيين الموجود في القهوة ممكن يرفع مستويات السكر في الدم بشكل مؤقت، وده ممكن يأثر بالسلب على الافراد اللي عندهم مشكلة في التحكم في نسبة السكر. رقم 2، التداخل مع الادوية. القهوة بتتفاعل مع بعض ادوية السكري، وده بيأثر على امتصاص الدواء وفعاليته، وعشان كده لازم نتشاور مع الطبيب فيما يتعلق بالتفاعلات المتداخلة
المحتمل، ويظبط لنا جرعات الدواء ومواعيده بعيدا عن موعد تناول فنجان القهوة. ثالث ضرر ان في سعرات حرارية مضافة، بيساهم شرب القهوة بالحليب لمرضى السكري وغيرها من المشروبات المحلاة زي اللاتيه او الموكا في زيادة تناول السكر، وده بيؤدي الى ارتفاع نسبة السكر في الدم. كمان من اضرار القهوة الجفاف، القهوة مدر للبول، وده معناه انه هيزود من انتاج البول، ومن المحتمل ان يؤدي الى الجفاف لو احنا استهلكنا كمية كبيرة من القهوة. علشان كده لازم يرتبط استهلاك القهوة لمريض السكر مع شرب كميات كبيرة من المية في المقابل. الضرر الاخير انه ممكن يكون الشخص عنده حساسية، لان بعض الافراد بيعانوا من حساسية فردية او ردود فعل تجاه القهوة زي مشاكل في الجهاز الهضمي او زيادة معدل ضربات القلب. وقبل نهاية حلقتنا بنحب نفكركم ان جميع مصادر معلوماتنا هتلاقوها في وصف الفيديو، وممكن تشرفونا بزيارة موقعنا www.riaya.com وهتلاقوا الرابط بتاعه في الوصف. نتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وزي ما تعودنا اي استفسارات ياريت تكتبونا في التعليقات وهنجاوب عليها. ولو عجبكم الفيديو ياريت تدعمونا بلايك وشير وتشتركوا معنا في قناة رعاية علشان تتابعوا معنا كل جديد عن عالم الصحة والجمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.